من هنا من ملعب صلاح الدين بن حميدة، نقل مباشر لمباراة أولمبيك مدنين والملعب الكابسي. في تشكيلة الملعب الكابسي، في حراسة المرمى حمدي شعيرات، في الدفاع على اليمين مختار رزيد وحسام سليمان. دفاع الملعب الكابسي حاول يغلق كل المساحات في العشر دقائق الأولى. أولمبيك مدنين، لمسة من سوير التواتي بالرأس في المنطقة الهجومية، بالرأس في المرة الثانية أيضا عن طريق عمر بالخير، ولكن الكرة تعدي على دفاع. الصافرة من جانب فرج عبد اللاوي، والكرة في المرة الأولى بالرأس من الدفاع. التنفيذ سيكون نزار المزهودي في صناعة الهجمة، ولكن الدفاع متميز عن طريق زهير التواتي. في هذه اللحظات فرج عبد اللاوي يعلن على نهاية الشوط الأول من خلال لقاء أولمبيك مدنين والملعب الجابسي. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي منصة ديوان سبور أينما كنتم، العودة إلى طوار الشوط الثاني من خلال مواجهة أولمبيك مدنين بالملعب الجابسي. هذا المساء والبنور ونزار الطويل، العرضية في القائمة الثانية، التغطية الدفاعية ناجحة تميز طيلة الموسم الحالي. ترجع الكرة من الدفاع، ولكن الكرة ستعود بضربة ركنية. وسام يستعد للتنفيذ مع صفيرة عبد اللاوي. وسام عرضية في القائم الأول بالرأس، ولكن الكرة السهلة دفاع في اتجاه الدلاجي. الهجمة والتصويب، والكرة كانت بجوار القائم، رائع ومتميز أيمن العجيمي في المرة الأولى. في الثانية التصويب، ولكن الكرة تضرب في الدفاع. شلوف ونظرة وعرضية إلى القائمة الثانية بالرأس الكرة، ولكن الكرة تعدي السلامات للملعب الجابسي أنه انتصر على مازيمبي في أوج عطاو. الكرة والتصويب على اليمين متميزة رائعة من جانب حسام سليماني، والتنفيذ من جانب عادل بوجليدا. في انتظار التنفيذ يصوب الكرة عادل، ولكن الكرة تمر بجوار القائم. الكرة مدنينية على اليمين، هجمة وشوص التصويب في المرة الأولى وفي المرة الثانية عن طريق اللاعب والمهاجم عادل بوجليدا. المرور والتغطية، كرة شوص تشتيت الكرة من المنطقة الدفاعية للملعب الجابسي. في هذه الأثناء ترجع الكرة إلى قصي الفغالي، وفي هذه الأثناء يعلن الحكم فرج عبد اللاوي عن نهاية اللقاء بين أولمبيك مدنين والملعب الجابسي بنتيجة 0-0.